الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السادس أن يكون الرفع بالواو المفعول ما قبلها والنصب والجر بالياء المفعول ما قبلها ويختص بجمع المذكر السالم، نحو مسلمون وولو وعشرون مع أخواتها تقول جاني مسلمون وعشرون وولو مال، ورأيت مسلمين وعشرين وولي مال، أمرت المسلمين وعشرين وولي مال. كتاب شروط هداية النحو فاريكي أصناف إعراب نها روان دين مسلم في الفينزو أو يسترد مختصر ووزحت نعم وزاد إعرابات النشبة كم دي هداية إعراب نسيجي دي جاي مذكر سالمي أو عشرون لفظ داخل إذا أخوات أو لفظ قلوب في حالات رفيف ووصر مخبتي غمري أو حالات نسبية وجريد وعلى بيانسة لما قبلتي كسري نو السادس شبقم أن يكون الرفع ذاتي حالات رفيدة بالواو ووصر المذموم ما قبلها شي مذموم بي محكي دي وونا المحكي لك مسلمون كي من وونا محكي ميم دي بمين بني ذنبدا والنص والجر والنص والجر بالياء او حالات نسبي او جري كما لك نصف فكار دي اجر نصف بالياء بياثر بي المكسور ما قبلها شي مكسور بي محكي دي يعني لك مسلمين نو يادا يعني محكي ميم دي بمين بني كسر دا ويختص خاص كوليكي ذات اسم إعراب بجمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم فوري نحو لك مسلمون شو وأولو أو خاص كوليش ذات اسم إعراب لفظ أولو فوري وعشرون أو خاص كوليش ذات اسم إعراب لفظ عشرون مع أخواتها سرد أخبر ما لقلونا 30 40 50 60 70 80 90 أخوات من غير دليل أخوات ما نملقلو سرد تقول تبوي جاني مسلمون وعشرون أولو مال ورأيت مسلمين وعشرين أولو مال يختص خاص كل شيء ذاك اسم إعراب فجاي مذكر سالم بوري اصل كي مناسبة دي ده إعراب حرف سرا غدير دي ددي وجنا دي جمع مذكر سالم تم إعراب بالحرف والكشو ده ددي وجنا اصل في إعراب كي إعراب بالحركات دي او دارن كي مفرد دي ده اصل لجمع فرع ده ودا دي وجنا جمعت دا اغا فرع دا نقرأ كي تسمية دا اعراب والكرشو تسمية او جمع دا فرع دا مفرد دي او اعراب بالحرف دا فرع دا اعراب بالحركات دي ودا دي وجنا فرع دا فرع والكرشو غير مناسب وذلك دوية اعراب بالحروف دا كي والكرشو بالحركات اعراب اغا تري ورنكرشو وقلو او داك اسم اعراب خاص قلو 20 خوري ذكا داخل كيف وزنا دا الجمع بمعنى سر رازي دا الجمع بوزن من رازي جدي وجنا هذا كده إعراب اسم إعراب اسم اتخاذ على غسل بوري شو وو أو نون من يغجم شيء بعد اللفظ جاغب مفردي فاغب دا إعراب كده لك عليون وعليون فأنا قريم كده ومار لك ما عليون كتاب الأبرار اللي فيه عليين أو مار لك ما عليون حد رفيك عليون أو حد نسبيك يريك عليين ودينا دا معلومة شو هر على وزن تي بدي على الكلمات بدي وزن من راغلة لا شو هو نو بآخر كي ناقم نرى إعراب ده ودي وجهنا ألو أجا شو دام بأفراد من دلالة ده شركي دارنجي 20 أقول أخواتنا ودي دام ده إعراب شو ورد شو أبادى 20 جمعة 20 لا إطلاق ده جمع كذا كذا بو دو بنيوم كي دو عشرة تشيلوا غيرنا 20 جولي وبارحال تيدا إعراب بال حرف شو ورد شو مناسبة وجهنا زي كذا فرع ده تسنية أو جمع دوار وتعالى ده فرع ده مفرد أو إعراب بالحرف ده فرع ده إعراب بالحركات ده وانت دي وجنة إعراب بالحرف ورقة شو بوالم كوشا أن نون التسنية مكتورة أبدا نون التسنية مكتورة أبدا ميشا ونون جمع مذكر ونون جمع سلامة مفتوحة أبدا أو نون جمع سالم أغا مفتوح ميشا ده فرق ذكر كيو چه نون ده تسنية ده تو نون ده جمع ده لیکي فرق سده نون ده تسنية بنوال کسرا رده هميشا حال ده رفیق لگا رجولا انی حال ده نسبی ده رکی رجولا انی و ده نون با مکتوبی هميشا ده اعراب دو جنده بدلی گرا بدلی گرا و نون جمع سلاما نون ده جمع معنص مذکر سالمی اگا مفتوح دونا بدا اگا مفتوح هميشا مسلمون نا مسلمین گا مخی حالت نسبی و جلده ده بدلی گرا بدلی گی اعراب مخی وو یا کی بدلی گی
آخر کی دا نون چی دے دا بسی ہمیشہ مفتوح ہوئی دی کی وجہ اشارہ دا چی دا نونونا وزیگ را بدلی او بیم بری کی اشارہ دا فرق فمن دا نون دا جمی او نون دا تسنی کی دا یو خبر برا وکلاهما تسقطان عند الاضافه او دا دوالا بری اضافت پا وقتی غرزی گی کرا چی دا دی اضافت بری یوشی تا اکڑی شی دا دوالا نونونا دا بچی غرزی گی اضافت پا ٹیم کی لکه جاءنی غلامان زیدین رال ما تاسو غلامان زید هغه کې غلامان او زیدین او غلامان تسنیو د اضافت زید ته وځو هغه نوم کې نو ورده او مسلمو مصر مسلمو نو چې مصر ته اضافت وشو نو هغه نوم دلینه چې ورده او دبر د ترکیب پاتې شو د جاءنی مسلمونا جاء فی ذو وقایا یا ذو متکلم مقول به مسلمونا معطوف علیه و هر بعد عشون معطوف اول و علوم مال العلوم مضاف مال مضاف الیه مضاف مضاف الیه هنا یا معطوف فی ثانی شو معطوف علیه سر دوال معطوفاتنا دا چیر فاعل شو پر جاء جاء فی سر فاعلنا سر مقول بینا جمله فعلیه قبلیه شو او دغه ورایت مسلمینا رایت فی الفاعل مسلمینا معطوف علیه عشون معطوف اول علوم مال معطوف ثانی معطوف سر دوال معطوفاتنا دا مقول به شو پر رایت فی الفاعل سر فاعلنا جمله فعلیه قبلیه مررت بمسلمين مررت فعل فاعل فاحر بجر مسلمين معطوف عليه عشرين ويرينا وحاجات وعشرين معطوف يقول لي مالي معطوف ثاني معطوف صد معطوف معطوفاتنا داتي دي مجروس رجال جاء سر مجروس متعلق مررت بمسلمين مررت فعل صد فاعل صد متعلق جملة فعلية خبية صلاة نصبه خلاصه نه جوړ یو د جای مذکر سالم اعراب حالت رفیع بو وترا او حالت ما قبل دی مضمون حالت نسبی او جری یا ما قبل دی مکسور او بل قاعده دا بیان شو چې نون د معنی تسنی چا او مکسور او نون د جمع ما د مذکر سالم دا مفتوح بل قاعده دا بیان شو چې نون د تسنی او نون د جمع سالم چې کله د دې اضافه بل شته وشي دا نون دا ورزيږي وصلی الله تعالی علی خلق محمد و آله و صحبه اجمعین